مشاهدينا الكرام، مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من المعترك الإفريقي مصر 2019، يوم جديد من المتعة والإثارة. منتخبنا حقق أمس العلامة الكاملة ونجح في تخطي عقبة الدور الأول بثلاث انتصارات. اليوم مواجهات حاسمة على أرض الكنانة الغالية التي تحتضن كل شعوب القارة السمراء. اليوم سيكون مختلفا جملة وتفصيلا. تحت شعار نيل المطالب ليس بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، هذا هو شعار مباريات اليوم. مباريات لا تقبل القسم على اثنين، مباريات تسعى خلالها منتخبات كبيرة ومرشحة للتتويج باللقب لتصحيح المسار على رأسها منتخب كوت ديفوار. اليوم على استاد السلام الرائع مواجهة بين المغرب وجنوب إفريقيا. أسود الأطلس يحلمون بمواصلة الانتصارات ومنتخب الأولاد يسعى لتحقيق بطاقة التأهل رغم غياب سنوات طويلة. مواجهة مرتقبة مع ستيوارت باكستر وهيرفي رينارد. وفي نفس التوقيت وعلى استاد الدفاع الجوي مواجهة أخرى بين الكوت ديفوار وناميبيا. كوت ديفوار في لقاء عدم التهاون والصعود إلى دور 16 بحثا عن اللقب، وناميبيا بحثا عن الخروج المشرف. مباراتين من العيار الثقيل في الاستوديو التحليلي. وعقب المباراتين المتعة والإثارة ستتواصل بمواجهات جديدة في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية. وعلى استاد الدفاع الجوي مواجهة بين كينيا والسنغال. وعلى استاد السلام تحدي بين تنزانيا والجزائر. الكل يبحث عن الفوز، الكل يبحث عن الذات. كل هذه المباريات ستكون مغلفة بسوري تحليلي يليق بمشاهد تايم سبورتس في كل مكان. والآن نستعرض معكم مشاهدي الكرام ترتيب المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة التي ستقام مباراتها اليوم في تايم سبورتس. الجزائر في المركز الأول بست نقاط، السنغال في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، كينيا بنفس الرصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث، وتنزانيا في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط. وفي المجموعة الرابعة المغرب تأتي في المركز الأول بست نقاط، يليها كوت ديفوار بثلاث نقاط وتتساوى مع جنوب أفريقيا في المركز الثالث. أما ناميبيا تأتي في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم معنا الآن زميل العزيز أحمد المسيري من مقر إقامة المنتخب المصري. زميل أحمد، ماذا لديك من جديد ورضا بعثة المنتخب المصري على الفوز ثلاث مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية وتصدر المجموعة الأولى؟ زميل عزيز تامر صقر، برحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان من هنا من مقر اقامه منتخبنا الوطني، وحاله من الارتياح والرضا التام من قبل الجهاز الفني واللاعبين بعد تحقيق الفوز بالامس على فريق اوغندا بثنائيه نظيفه وتصدر قمه المجموعه الاولى برصيد تسع نقاط، محققين العلامه الكامله. يمكن الخفير اجير يا تامر النهارده قرر منح اللاعبين راحه سلبيه، الفريق تدرب في الجيم في الساعه الثانيه 10 ظهرا، بعدها قرر خفير اجيري منح اللاعبين قسط من الراحه حتى نهايه اليوم يستغلوا هذا الوقت في مقابلة أسرهم وأصدقائهم على الأقل تتخطى هذه المقابلات خارج حدود الفندق. أيضا جنش نجم الفريق وحارس المرمى غادر معسكر منتخبنا الوطني منذ دقائق معدودة متوجها إلى منزله على أن يتوجه غدا إن شاء الله إلى ألمانيا لإجراء جراحة القطع في وتر أكيلس. الفريق سيستأنف تدريباته غدا إن شاء الله في 7 مساء الغد في ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهات دور 16 واللي هتنطلق يوم السبت القادم، واللي إن شاء الله منتخبنا هيواجه واحد من ثلاث فرق، منتخب كينيا أو منتخب أنجولا أو منتخب جنوب أفريقيا. أيضا للحديث والاطمئنان أكثر على الحالة الصحية للاعبي منتخبنا الوطني بعد إصابة النجم أحمد حسن كوكا بالأمس، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد أبو العيلة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة جميع لاعبينا. برحب بك يا دكتور على شاشة تايم سبورت، وطمنا عن الحالة الصحية لجميع اللاعبين خاصة كوكا. ازيك استاذ احمد؟ لا الحمد لله، امبارح كانت الاصابه طبعا الواضحه جدا كانت لاحمد، بقيه المجموعه الحمد لله كويسه،
الحمد لله رب العالمين. كوكا خد خبطه جامده جدا قويه جدا في دقيقه حوالي 25، استبدل بعدها على طول، حاول طبعا يتحمل على نفسه ويكمل بس ما قدرش، استبدلناه. وبعد المباراه فحصنا بين الشوطين، يعني اتاكدنا ان هي كدمه بس كان لازم نطمن اكتر باشعه. طلعنا بعد المباراه على طول راح مع الدكتور احمد مطر على الاشعه، انا طبعا كنت في الدوبينج ما قدرتش اروح معاه مباشره. المهم اطمننا على طول الحمد لله ان كدمه قويه في الكاحل وتجمع دموي. ان شاء الله هنحتاج ان شاء الله رب باذن الله من 5-7 ايام ويبقى كويس باذن الله تعالى بشكل طبيعي. كلام حضرتك يعني ان كوكا هيغيب عن مباراه دور 16؟ انا مباراه دور 16 لسه ان شاء الله بعد 6 ايام يوم السبت الجاي باذن الله، فاحنا هنبذل قصارى جدا ان هو يكون جاهز ومن غير ما نخاطر بيه في نفس الوقت. يعني احنا نعمل شغلنا ان شاء الله وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله تعالى. هل صحيح كان هناك اشتباه بقطع فتر اكيليس بالنسبه لكوكا؟ لا خالص مفيش اي اشتباه في الموضوع. انا اتفاجئت والله بعد المباراه بيبلغوني بيسالوني وتر اكيليس، الموضوع هي كدمه يا جماعه كدمه، انما الولد كان الفحص بتاعه الحمد لله كويس. هل زياده الحمل تقريبا من الممكن ان يؤدي الى هذه الاصابات؟ دي كدمه خبطه، هي كانت واضحه جدا امبارح في المباراه. يعني الولد دخل بسن الجزمه في رجل احمد لدرجه انه حتى العلامه بتاعت حذاء الولد باينه، فدي مالهاش دعوه بالاحمال التدريبيه خالص. الاحمال التدريبيه لو في مشاكل في العضلات، لو في اصابات عضليه تبقى باينه، اصابات اربطه كتير لا سمح الله، بس ما فيش الحمد لله ما عندناش حاجات دي خالص. احنا امورنا الحمد لله ماشيه كويس جدا، يعني انا لحد دلوقتي راضي عن الريت بتاعنا او عن المحصله النهائيه. الاصابات كلها حاجات ناتجه عن التحامات مباشره، فمفيش مشكله خالص. الشناوي كان شعر ببعض الارهاق كده في مباراه الكونغو، هل الشناوي بيعاني من اي شيء؟ محمد لا مفيش حاجه الراس جاهزين تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. دكتور طمنا بقى عن جنش وامتى هيجري العمليه وامتى يرجع تاني للملاعب جنش مره اخرى؟ لا امتى ينجع الملاعب بعد العمليه ان شاء الله تتضح، لان حسب التكنيك او المانوفر المستخدم بامر الله. جنش يعني ربنا يرجعونا بالف سلامه طبعا اولا واخيرا. هو مغادر المعسكر بعد المباراه، اصر انه يحضر معانا المباراه وغادر خلاص المعسكر، وتحدد سفر ان شاء الله غالبا بكره باذن الله تعالى، وربنا كريم يعمل عمليه الاسبوع ده ان شاء الله. هل هناك تنسيق بين الجهاز الطبي للزمالك وايضا الجهاز منتخبنا الوطني بشان جنش؟ ديفينتلي طبعا من اول يوم يعني من اول يوم. ده الطبيعي اللي بيحصل مع كل الانديه، بس احنا الحمد لله علاقتنا طيبه جدا. فمع الدكتور محمد اسامه على طول اتكلم من وقت الاصابه، هو عارف كل حاجه بتحصل يعني تمام. شكرا يا دكتور. العفو حميد العفو. اذا ده كان لقائنا مع الدكتور محمد ابو العيلة رئيس الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني، والان عوده لزميل عزيز تامر صار. شكرا للزميل العزيز احمد المسيري من مقر اقامه المنتخب المصري. ننتقل مع الزميل العزيز اسامه امام من قبل مباراه طبعا جنوب افريقيا والمغرب ومنستاد السلام. زميلي اسامه، ماذا لديك من جديد عن هذا اللقاء؟ لقاء طبعا غايه في الصعوبه بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا وايضا بالنسبه لمنتخب اسود الاطلس. تحياتي ليك زميلي العزيز تامر صار، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي تايم سبورت في كل مكان، من هنا من استاد السلام وبالتحديد من داخل المركز الاعلامي لهذا الاستاد. يمكن خليه نحل وعمل كبيره جدا بتتم دلوقتي في المركز الاعلامي، تواجد عدد كبير جدا من الاعلاميين والصحفيين الجزائريين وايضا المغاربه استعدادا لمباراتي اليوم اللي هيشهدوا طبعا تواجد الاسود الاطلسي ومحاربي الصحراء على ارض هذا الملعب في مواجهه جنوب افريقيا. المباراه الاولى بين المغرب وجنوب افريقيا والمباراه الثانيه اللي هتجمع ما بين الجزائر وتنزانيا. يمكن طبعا المنتخب المغربي بيدخل هذا اللقاء وامله او نقدر نقول تركيزه على الثلاث نقاط، خاصه ان هو بيصل الى العلامه الكامله وتصدر المجموعه، وبالتالي يواجه ثالث احد المجموعات الاخرى، واعتقد ان ده شيء مهم جدا للمنتخب المغربي لمواصله مشواره في البطوله. يمكن احنا بالامس حضرنا المؤتمر الصحفي للمنتخب المغربي والجنوب افريقي واللي كانوا موجودين هنا في مقر هذا الاستاد. رينارد المدير الفني الفرنسي للمنتخب المغربي قال طبعا ان هتكون التغييرات قليله جدا في تشكيله الفريق، وان هيكون 3 أو 4 لاعبين بكثير جدا هم اللي هيتم تغييرهم في هذا اللقاء. اتكلم كمان عن حكيم زياش وانه مش في افضل مستواه في البطوله حتى الان، وقال ان لسه يعني زياش بيدخل في اجواء البطوله وعايز الجماهير المغربيه تسنده وتعزره ان هو يكون نجم الفريق ويتالق في البطوله في المباريات القادمه. يمكن كمان يعني التواجد الكبير جدا للجماهير المغربيه والمتوقع حضوره النهارده في الاستاد زميلي تامر، خاصه ان في عدد كبير جدا من الجماهير حضرت الى مصر على الطائرات المغربيه لحضور هذه المباراه والمباريات المقبله للمنتخب المغربي. كمان وجود المباراه الاخرى مباراه الجزائر عقب هذه المباراه هيكون في تواجد كبير جدا للجماهير سواء
المغاربه او الجزائريين وهيدعموا بعض وهيشجعوا بعض في هذا في هذين اللقاءين بالتاكيد طبعا بالاضافه للجماهير المصريه. اخيرا نجوم المغرب المتواجد او المتواجدين في هذه المباراه ابو دربيله، الزاكي، احمد فراس، يعني عدد كبير جدا هيكون متواجد في المقصوره النهارده يشجع المنتخب المغربي. اما المنتخب الجنوب افريقي فباكستر المدير الفني للمنتخب الجنوب افريقي اتكلم عن المباراه وقال ان هو عنده مشكله في جنوب افريقيا وهي عدم يعني نقدر نقول دعم الجماهير الجنوب افريقيه والاعلام الجنوب افريقي للمنتخب وعدم الثقه في لاعبي المنتخب خاصه انهم صغار السن ومحتاجين مزيد من الخبره عشان يتواصلوا في هذه المباريات. وقال ان امله كبير ان هم يحصلوا على 3 نقاط ويتاهلوا للدور ال16 في هذه البطوله. زميلي أسامة، أنت حضرت طبعا المؤتمر الصحفي الأمس لهيرفي نينارد، قال هيريح 3 أو 4 لاعبين، ذكر أسماء اللاعبين اللي هيتم إراحتهم في هذه المباراة ولا منوهش عن هذا الموضوع تماما؟ يمكن رينارد معروف عنه دايما ان هو ما بيفصحش عن اي معلومات والمعلومه بتطلع منه يعني بالعافيه، فيمكن 3 أو 4 لاعبين هو قال هو ده العدد اللي هيكون موجود في المباراه في التغييرات، ما قالش طبعا اسماء، ما طرحش اي اسماء، لكن هو كان مركز اكتر في المؤتمر الصحفي على موضوع حكيم زياش، خاصه ان الجماهير المغربيه منتظره منه افضل من كده في البطوله حتى الان، قال ان احنا حكيم لعيب مهم جدا نجم المنتخب المغربي ومتوقع منه ان هو يتالق في المباريات القادمه. زميلي أسامة أمام بشكرك شكرا جزيلا من استاد السلام ومباراة جنوب أفريقيا والمغرب. ننتقل مع زميل العزيز محمد طه واستاد الدفاع الجوي، مباراة كوت ديفوار وناميبيا ماذا لديك من جديد، وخاصة أن كوت ديفوار بتأمل في الصعود إلى الدور الآخر طبعا لكأس الأمم الأفريقية كمركز ثاني. لحد ما يجي زميلنا طبعا محمد طه زميل العزيز عمرو نبيل من السويس، وطبعا مباراه تونس موريتانيا واحده من المباريات المهمه في هذه المجموعه، لقاء عربي خالص، تتمنى تونس طبعا الصعود للدور الثاني. زميلي عمرو ماذا لديك من جديد؟ اهلا بالزميل العزيز تامر صقر ومشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. محافظه السويس وامام ساحل البحر الاحمر اللي هتكون طبعا غدا شاهدا على تحديد ملامح ومعالم المجموعه الخامسه والمجموعه السادسه. مباريات الغد هي مباريات تحديد المصير الاولى ما بين المنتخب الغاني بقياده مدير الفني جيمس ابيا والمنتخب الغيني بقياده مدير الفني باسيرو كاندي. يعني النهارده كله اتكلم في المؤتمر الصحفي عن اهميه المباراه وعن طبعا المباراه ستحدد بشكل كبير جدا الصاعدين من هذه المجموعة السادسة إلى الدور القادم. طبعا جيمس إبيا اتكلم عن احتمالية مواجهة المنتخب الغاني لمنتخب نيجيريا في حال طبعا تحقيق الفوز في مباراة الغد. على الجانب الآخر مدرب المنتخب الغيني كاندي اتكلم قال لك ان احنا طموحاتنا مشروعة من اجل تحقيق الفوز والعبور الى الدور الثاني. ايه في المؤتمر الثاني والمباراة الثانية التي ستكون طبعا مواجهة عربية خالصة، متوقع طبعا زميلي تامر حضور اعداد جماهيرية كبيرة جدا في مباراة موريتانيا المرابطون امام نسور كارتاج المنتخب التونسي في ظل طبعا تواجد جاليه كبيره للمنتخب التونسي محافظه السويس وايضا توافد اعداد كبيره من الجماهير الموريتانيه. يمكن الان جوريس المدير الفني اتكلم عن غياب شعلالي لاعب المنتخب التونسي واتكلم ايضا عن غياب الظهير الايسر بن محمد عن مباراه الغد امام المنتخب الموريتاني واتكلم ان يواجه ازمه كبيره بشكل كبير طبعا على مستوى حراسه المرمى وبيحاول طبعا من خلال الجلسات النفسيه من تاهيل الحراس على المستوى الذهني وعلى مستوى طبعا النفسي. ايضا تحدث عن امكانيه الدفع بفرجاني اساسي لاعب نادي الزمالك والمنتخب التونسي منذ البدايه غدا في مباراه منتخب موريتانيا. مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا اتكلم عن طموحات ورغبه المنتخب الموريتاني في العبور وحلمه المشروع طبعا لمرافقه او الحصول على احدى تذاكر الصعود من المجموعه الخامسه ليواصل الى الدور الثاني. اتكلم ان هناك طبعا فارق في الخبرات الافريقيه واللعب في الدوريات الاوروبيه الكبيره جدا ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الموريتاني، لكن اتكلم على الحافز المعنوي والحافز طبعا النفسي للاعبي المنتخب الموريتاني اللي هو بيلعب عليه خلال مباراة الغد. يمكن زميلي تامر صقر هذا ابرز ما لدينا من ساحل البحر الاحمر ومحافظة السويس. زميلي عمرو نبيل طبعا تقرير وافي وشافي عن مجموعة استاد السويس والمباراة ستقام في استاد السويس. ننتقل مع الزميل العزيز محمد طه واجواء مباراة اخرى، مباراة ستقام اليوم مباراة كوت ديفوار وناميبيا، ماذا لديك من جديد زميلي محمد؟ زي
زميلي العزيز تامر صقر، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورت في كل مكان، بالتاكيد من هنا من محيط استاد الدفاع الجوي، واللي هيستضيف اليوم مباراتين في الجوله الاخيره، يمكن مباراه ناميبيا وكوت ديفوار والسنغال وكينيا. مباراه هتكون ممتعه بالتاكيد لما قدمه الفرق من مباريات ممتعه واداء يمكن نال استحسان كل من تابع البطوله حتى الان. لو بنتكلم عن استعدادات الدفاع الجوي، يمكن في هذه اللحظات او من الصباح الباكر استعد الدفاع الجوي بكل قوات الامن وكل المتطوعين الموجودين هنا لتنظيم الدخول لكل الجماهير وكل من سيحضر هذه المباراه، خصصة البوابه الاولى رقم واحد لدخول الاعلاميين ودخول المدرجات الاولى والمقصوره الرئيسيه، اما بوابه الدرجه الثانيه تم تخصيصها من بوابه 2 للدرجه الثالثه والدرجه الثانيه. يمكن الجميل هنا في استاد الدفاع الجوي هي منطقه الفان زون، وهي منطقه يمكن رائعه جدا ونالت رضاء كل من حضر مباريات على ملعب الدفاع الجوي، وهي منطقه يمكن بيقابلها كل المشجعين من بدايه دخولهم لأرض استاد الدفاع الجوي، منطقة فيها جميع الألعاب ويمكن فيها مسابقات وتنافس بين المشجعين وبعضهم، بتخرجهم كده من حالة قبل المباراة والشد العصبي قبل دخول المدرجات، بيلعبوا فيها بعض المنافسات وبيكسبوا طبعا جوائز من الشركات الراعية، يمكن حاجة رائعة جدا، ويمكن الكل هنا مبسوط وبيحرص الجماهير على حضور مباريات استاد الدفاع الجوي مبكرا عشان يتواجد في منطقة الفان زون، وأيضا بيتم تشغيل بعض الأغاني الخاصة بكل منتخب وكل لغة، فبالتالي الكل بيبقى حريص جدا انه يستمتع بمنطقة الفان زون. يمكن متوقع ان يتحرك الاتوبيسين الخاصين بالمباراة الأولى يمكن في خلال 10 دقائق بعد المحاضرة اللي كانت من حوالي نص ساعة. يمكن ده كل ما لدي هنا من محيط استاد الدفاع الجوي، تعود الكلام إليك زميلي تامر صقر، تفضل. زميلي محمد، قبل ما انتقل مع الزميل شريف عادل، هل في إقبال جماهيري على هذه المباراة، مباراة كوت ديفوار وناميبيا؟ خليني اقول لك ان يمكن بالمباريات السابقه والجماهير اللي حضرت بالنسبه لكوت ديفوار وناميبيا وايضا السنغال وكينيا يمكن سجلوا حضور جماهيري رائع جدا، يمكن في جاليه كبيره جدا من كوت ديفوار وناميبيا بيعيشوا هنا في مصر، بيقيموا هنا في مصر، منهم اللي بيدرس هنا ومنهم اللي مقيم بالفعل هنا وبيبقى شغله هنا، فبالتالي في جماهير كبيره جدا، بلس كمان ان في جماهير سجلت عدد كبير جدا من الحضور، يمكن جم رحلات كتيره من كوت ديفوار عشان يحضروا ويأزروا فريقهم، نظرا طبعا لان هم شايفين ان فريقهم فريق كبير وبيقدر ينافس على البطوله ويقدر يقدم يعني اداء رائع ويصل لمباريات متقدمه دور النهائي قبل النهائي، فبالتالي هم حرصوا على ان هم يتواجدوا وسجلوا بالفعل قبل كده عدد كبير جدا، ومن المتوقع النهارده ان يعني يحضر حوالي 1000 او 1500 واحد من المباراتين، بلس كمان ان هم هيكونوا موجودين في مباراه ثانيه، فهيكون في عدد كبير جدا، وده هنشوفه النهارده من خلال المباريات. الزميل العزيز محمد طه، بشكرك شكرا جزيلا من محيط استاد الدفاع الجوي. ننتقل مع الزميل العزيز شريف عادل من استاد الاسماعيليه، يخبرنا عندك مباراه كبيره في هذه المجموعه ومباراه فاصله ايضا ان شاء الله غدا. تحياتي لحضرتك كابتن تامر، يمكن زي ما حضرتك بتقول بالتأكيد مباريات مهمة جدا أقيمت خلال الفترة الماضية، وأيضا ستقام غدا مباراة غاية في القوة ما بين المنتخب الكاميروني ومنتخب بنين في تمام الساعة 6 مساء. يمكن زي ما حضرتك عارف توجه المنتخبين التانيين غانا وغينيا بيساو توجهوا إلى محافظة السويس منذ 48 ساعة للدخول في معسكرات مغلقة هناك، لأن في منتخبين جم من السويس للإسماعيلية، بالتأكيد منتخب أنجولا ومالي اللي هم طبعا في المجموعة الخامسة واللي هيلعبوا في تمام الساعة 9 من مساء الغد. يمكن المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب الكاميرون انتهى منذ دقائق قليلة، يمكن المدير الفني لمنتخب الكاميرون أكد على أهمية مباراة الغد والفوز بها للوصول للنقطة السابعة، وقال ان هو راضي عن اداء الفريق في المنتخب في المباراة الاخيرة امام غانا، وايضا من خلال فوزه على غينيا بيساو في الافتتاحية بهدفين دون رد، قال ان هو بالتأكيد بيسعى للفوز في مباراة الغد من اجل تصدر المجموعة برصيد ان هو يوصل للنقطة رقم 7 والبقاء داخل محافظة الاسماعيلية. قال الانتقاد اللي وجه طبعا لمنتخب الكاميرون في مباراة غانا، قال انا شايف ان هو انتقاد مش مقبول بعض الشيء، وهم قدوا مباراة
مباراة جيدة، أعرب عن سعادته بالأجواء هنا داخل محافظة الإسماعيلية من ملاعب تدريب، من فنادق إقامة، من انتقالات، من كل شيء، في حالة من الارتياح لدى بعثة المنتخب الكاميروني. يمكن منتخب الكاميرون أدى تدريب صباحي النهاردة في تمام الساعة 9 صباحا، وهيكون عنده تدريب في تمام الساعة 6 مساء، وهو نفس توقيت المباراة. فيما يخص الحضور طبعا الجماهيري، زي ما تابعنا يمكن منتخب الكاميرون كان من أكثر المنتخبات اللي عندها حضور للجاليات الكاميرونية باستمرار في استاد الإسماعيلية، ومنتظر أن بكرة أيضا يكون حضور جماهيري جيد بالنسبة للمنتخب الكاميروني. أما فيما يخص منتخب بنين، فعندهم حالة كبيرة جدا من التركيز بشأن طبعا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد. يعني معروف طبعا أن منتخب بنين في حالة تحقيق الانتصار هيوصل للنقطة رقم 5. يمكن في ثقة كبيرة جدا عند جماهير منتخب بنين، من خلال اتكلمت معاهم قبل الظهور دلوقتي، عندهم ثقة كبيرة جدا ان منتخبهم قادر ان هو يحقق نتيجة ايجابية. قالوا احنا كنا نستحق الفوز في المباراة الاولى امام المنتخب الغاني اللي تعادلوا فيها 2-2، مش راضيين بعض الشيء عن اداء الفريق في مباراة غينيا بيساو الاخيرة اللي انتهت بالتعادل بدون اهداف، ولكن ثقة الانتصار موجودة عندهم حتى الان. ما يخص بقى المنتخبات اللي حلت على محافظة الاسماعيلية، منتخب انجولا ومنتخب مالي، يعني هيكون في مؤتمرات صحفية خاصة بيهم في تمام الساعة 5:30 مؤتمر صحفي أنجولا في البداية، وأيضا التدريبات الخاصة بهم. منتخب أنجولا يتمرن في تمام الساعة 6 مساء، ومنتخب مالي هيكون عنده تمرين في تمام الساعة 7. ما يخص بقى الحضور الجماهيري بالنسبة لجماهيرنا المصرية في محافظة الإسماعيلية وحرصها على التواجد، يمكن شفنا المباراة الأخيرة اللي جمعت ما بين الكاميرون وغانا كان فيها تواجد جماهيري جيد نوعا ما طبعا، ولكن برضو هناك إقبال على حضور مباراة الكاميرون وبنين، آسف، مباراة الكاميرون غدا وبنين، وأيضا مباراة مالي وأنجولا اللي تقام في تمام الساعة 9 مساء. العمل هنا بصراحة يسير بشكل منظم للغاية. ممكن بكلمك كابتن تامر من داخل المركز الإعلامي في استاد الإسماعيلية، كل الأمور مهيئة تماما إن شاء الله عشان بكرة يكون يوم مشرف. ده كان كل ما لدينا من هنا من داخل المركز الإعلامي في استاد الإسماعيلية، والآن العودة لحضرتك كابتن تامر. زميلي شريف بشكرك شكرا جزيلا، والشكر طبعا موصول لكل المراسلين المتواجدين، شبكة مراسلين رائعة في جميع أنحاء الجمهورية وأيضا في جميع الاستادات، مجهود رائع يذكر فيشكر بالنسبة للسادة المراسلين. مشاهدين الكرام، هناك منتخب سنظل عليه الضوء، منتخب مدغشقر، واحد من المنتخبات التي شاركت في هذه البطولة والحصان الأسود حتى الآن في هذه البطولة، بطولة كان 2019. نتابع هذا التقرير ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا. لم يكن يعلم منتخب مدغشقر أن التاريخ سيفتح له أبوابه خلال أول مشاركة له بتاريخه في بطولة أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعد تأهله لدور 16 كأول المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. منتخب مدغشقر قدم مباريات قوية في مرحلة دور المجموعات جعلته ينفرد بلقب الحصان الأسود للبطولة حتى الآن، حيث افتتح مباريات الجولة الأولى بالتعادل مع غينيا بهدفين مقابل هدفين، وانتزع أول نقطة في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا. وفي الجولة الثانية حقق أول انتصار بتاريخه ببطولة أمم أفريقيا عندما تغلب على بوروندي بهدف دون رد، ثم دخل التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيقه فوزا كبيرا على نيجيريا بهدفين دون رد، وذلك في ختام مرحلة دور المجموعات، لينتزع صدارة المجموعة الثانية من منتخب النصور الذي تأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط في مشهد لم يتوقعه أحد. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، والآن ننتقل إلى الفقرة الخاصة بالأخبار عن كان 2019، والخبر الأول خاص ب دكتور محمد أبو العلا طبعا وإصابة أحمد حسن كوكا. أحمد حسن كوكا كان أصيب في المباراة الماضية أمام أوغندا واستبدل في الشوط الثاني، ثم بعد ذلك طبعا نزل مكانه مروان محسن. قال إن هذه الإصابة عبارة عن كدمة خفيفة بالنسبة لأحمد حسن كوكا، هتستغرق حوالي من 5 ل6 أيام ويعود مرة أخرى للملاعب، وطبعا ممكن يلحق المباراة القادمة في دور 16 بالنسبة للمنتخب المصري اللي احنا عارفين هو صعد كأول في هذه المجموعة، أول المجموعة الأولى في كان 2019. الخبر الثاني خاص بالمهندس هاني أبو ريدة، بيقرر صرف مكافأة
مكافاه جنش. طبعا جنش اصيب الف حمد لله على السلامه على جنش، واحد من حراس مصر المتواجدين في كان 2019 بجانب محمد شناوي واحمد شناوي، كان اصيب بقطع في وتر اكيليس في التدريبات، وهينتقل ان شاء الله ويسافر غدا كما ذكر الدكتور محمد ابو العيله، هينتقل ان شاء الله يجرى عمليه وتر اكيليس غدا ان شاء الله، وتحدد على اساسها هيغيب قد ايه جنش عن الفتره القادمه بالنسبه لنادي الزمالك او منتخب مصر. كل التوفيق ان شاء الله لمحمد جنش طبعا ويعود بالسلامه. الاعلام المكسيكي دايما وابدا، او اعلام اي بلد بيحتفل بالمدير الفني، اي مدير فني بيدرب منتخب قاري يكون في مسابقه قاريه، الاعلام المكسيكي بيحتفي باجيري طبعا، وبيقول ان هو صعد بالمنتخب المصري كاول المجموعه الاولى، واستطاع ان يعبر بالبلد المنظم ليه كاول المجموعه الاولى، وقال ان صعد دور 16 بشباك نظيفه وثلاث انتصارات متتاليه، وان دي بدايه مثاليه للمنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه، رغم ان بعض يعني من الجمهور المصري غير راضي عن اداء المنتخب المصري في المباريات الثلاث الماضيه، لكنه حقق المطلوب منه والحصول على العلامه الكامله في المجموعه الاولى. الزميل العزيز طبعا خالد رزق من ملعب الدفاع الجوي اللي يخبرنا الجديد عن لقاءات مهمه اليوم في سواء اذا كانت المجموعه الثالثه او المجموعه الرابعه. زميلي خالد ماذا لديك من جديد من استاد الدفاع الجوي؟ تحياتي ليك زميل عزيز تامر صار، وتحياتي لمشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. احنا متواجدين بالفعل داخل استاد الدفاع الجوي، والمباراة الهامة اللي هتجمع بين فريقي كوتيفوار وفريق ناميبيا. يمكن فريق كوتيفوار ومديره الفني ابراهيم كامارا اللي يمكن عليه النهاردة حمل كبير جدا في هذه المباراة، ويمكن كان في اجتماع مع اللاعبين بالامس كان بيوجه اللاعبين على اهمية اقتناص ثلاث نقاط ثمينة اليوم لضمان التأهل لدور 16. يمكن المباراة اليوم هتكون صعبة على كلا الفريقين، ولكن منتخب كوتيفوار بالاخص خاصة أن يغيب عنه قائد الفريق سيرجيو أوري، وهو قائد فريق منتخب كوتيفوار اللي يمكن تعرض لإصابة في الكاحل القدم في مباراة المغرب الأخيرة، ويمكن كان الأطباء في تصريحاتهم أنه هو هيغيب عن هذه المباراة، ومن المتوقع لحاقه بالمباراة القادمة بإذن الله في دور 16 في حال تأهل منتخب كوتيفوار. أما منتخب ناميبيا اللي عنده صفر في هذه المجموعة وفرصه بالتأكيد في التأهل لدور 16 أصبحت صعبة جدا، ولكن مديره الفني مانيتي يمكن كان في تصريحاته اللاعبين كان بيوجههم على أهمية الفوز في هذه المباراة واقتناص ثلاث نقاط لصورة مشرفة لمنتخب ناميبيا، خاصة أن في تصريحات مستر مانيتي من قبل أن تواجده في هذه البطولة وتواجده في مصر أيضا هو شيء كبير ومشرف بالتأكيد ليه، وكل مباراة بيلعبها منتخب ناميبيا هي ثقة وخبرات كبيرة بيكتسبها المنتخب الناميبي ولاعبيه بالتأكيد. عن الأجواء داخل استاد 30 يونيو لسه ما زال حتى الآن المدرجات خالية من الجمهور، ولكن من المتوقع في الساعة الرابعة بإذن الله هيتوافد جمهور من كلا المنتخبين لاستاد الدفاع الجوي، هيبدأ يكون في توافد للجمهور بإذن الله، ولكن حتى الآن الأجواء هادئة داخل الاستاد. كابتن تامر، دي كانت بعض أجواءنا من داخل استاد الدفاع الجوي، لك الكلمة الآن في الاستوديو، تفضل. زميلي العزيز خالد رزق بشكرك شكرا جزيلا في هذه الإطلالة من استاد دفاع الجوي الذي يحتضن هذه المباراة المهمة بين كوت ديفوار وناميبيا. الأخبار الأخرى خاصة بمحمد الشناوي، الاتحاد الأفريقي سلط الضوء على محمد الشناوي وقال إن هو أحد نجوم المباراة، استطاع أن ينقذ المنتخب المصري من 4 أهداف محققة، وأيضا أشاد بأحمد المحمدي الذي أحرز الهدف الثاني وأعطى أفضل لاعب في هذه المباراة، وأيضا أشاد محمد صلاح واحد من نجوم القارة السمراء في الملاعب الأوروبية، وأشاد أن محمد صلاح كان النقطة الفاصلة في حصول المنتخب المصري على 3 نقاط وبداية الأهداف بالنسبة للمنتخب المصري، وقال أن منتخب أوغندا قدم مباراة رائعة أيضا لكن أرهق لاعبيه في الشوط الثاني، طبعا قلة الهجمات بالنسبة لمنتخب أوغندا على المنتخب المصري وده إرهاق للمنتخب الأوغندي، وزي ما احنا عارفين طبعا المنتخب المصري والمنتخب الأوغندي صعد كأول وثاني المجموعة في هذه المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية كان 2019. 7 لاعبين في التشكيلة الأساسية في كأس الأمم الأفريقية، تغلب المنتخب المصري على منتخب أوغندا طبعا بهدفين مقابل شيء، كان محمد صلاح وأحمد المحمدي أحرزوا أهداف هذه المباراة. التشكيلة المثالية كان بيتواجد فيها محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد حجازي محمود علاء أحمد المحمدي تريزيجيه محمد صلاح. طبعا المنتخب المصري بيرفع رصيده 9 نقاط ومنتخب أوغندا 4 نقاط فاز طبعا بالمركز الثاني، أما منتخب الكونغو الديمقراطية ب3 نقاط ينتظر بقية المباريات اللي يصعد فيها أحسن 4 منتخبات
أحسن توالد في المجموعات دي طبعا. وقال طبعا منتخب أوغندا من المنتخبات اللي كانت مفاجأة في هذه المجموعة، الكل كان بيرشح الكونغو الديمقراطية أنها تكون هي المفاجأة، لكن حدث أن المنتخب الأوغندا هو أصبح المركز الثاني في هذه المجموعة. نجم هوفنهايم الألماني فخور بالمشاركة الأولى مع البلاك ستورز، وقال أن غانا قادرة على أنها تكون في الدور الثاني. نهو قول بدفاع بالنسبة لمنتخب غانا ونادي هوفنهايم، أكد أن فريقه سيتغلب على غينيا بيساو في المباراة القادمة، ويكون غانا تحجز بطاقة التأهل للدور الثاني أو دور 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال أنه بيسعى لتطوير أداء الفردي والجماعي مع الفريق من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيا مع كواسي أبيا المدير الفني للمنتخب الغاني. وقال في خلال المؤتمر الصحفي ان مباراة غينيا بيساو مع غانا واحدة من المباراة القوية، وانه قدم المردود الطيب امام الاتحاد الجزائري. الاتحاد الجزائري والجزائر عنده مباراة مهمة في المرحلة المقبلة، طبعا احنا عارفين هو صعد او كأول لهذه المجموعة، تغلب على السنغال وتغلب على كينيا، عنده مباراة امام تنزانيا هتكون مباراة مهمة. الاتحاد الجزائري سمح لجماهيره في الوصول لاستادات، واعطاهم طبعا اعطيهم تذاكر لهذه المباراه. مباراه هتكون مهمه بمشيئه الله المنتخب الجزائري، وصعد كاول مجموعه، كانت مجموعه قويه جدا كل من السنغال والجزائر وتنزانيا وكينيا. المنتخبات العربيه فرضت سيطرتها في على بطوله الكان. المنتخب المصري صعد كاول المجموعه الاولى، ثم بعد ذلك جاء المنتخب الجزائري في هذه المجموعه الثالثه كصعد كاول مجموعه، وايضا المنتخب المغربي اول المجموعه الرابعه. يتبقى المنتخب الموريتاني، هتكون مواجهه قويه بين تونس وموريتانيا. هنشاهد منتخبات شمال افريقيا في هذا التقرير ونعود مره اخرى، ابقوا معنا. تمكنت منتخبات شمال أفريقيا من فرض كلمتها خلال مرحلة دور المجموعات، فكانت البداية من المنتخب المصري الذي حقق الفوز في أول جولتين خلال مبارياته بالمجموعة الأولى على حساب زيمبابوي بهدف دون رد، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، ولحق به منتخب الجزائر بالمجموعة الثالثة بعد حصده لست نقاط من أول جولتين ضمن بهما التواجد بدور 16 بعد الفوز على كينيا بهدفين دون رد، ثم ترويده لأسود التيرانجا حسب ما يلقب به المنتخب السنغالي، وتغلب عليه بهدف دون رد، ليعلن محارب الصحراء من خلال تلك المباراة أنهم جاءوا إلى مصر من أجل المنافسة وبقوة للفوز باللقب الأفريقي. وبالمجموعة الرابعة صار المنتخب المغربي على نفس خطى مصر والجزائر، وحقق أسود الأطلسي الفوز في أول جولة على ناميبيا بهدف دون رد، ثم التغلب على أفيال كوت ديفوار بالجولة الثانية، ليبعث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي رسالة قوية بأنه يطمح لتحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثالثة بعد أن سبق وفاز بالكان مع منتخب زامبيا عام 2012 ومنتخب كوت ديفوار عام 2015. ومع توهج منتخبات شمال أفريقيا بالدور الأول كان 2019، كان الاستثناء الوحيد المنتخب التونسي الذي يلعب ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وتعثر في أول جولتين بعد تعادله مع أنغولا بهدف مقابل هدف وتعادله مع منتخب مالي بنفس النتيجة بالجولة الثانية. إلا أن نتائج المجموعة بشكل عام جاءت في صفه، ليبقى مصير تأهل نصور قرطاج لدور 16 في يدهم إذا تمكنوا من الفوز على منتخب موريتانيا بالجولة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات. فهل يلحق المنتخب التونسي بمصر والمغرب والجزائر بدور 16 ويكتمل عقد منتخبات شمال أفريقيا في هذا الدور؟ أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. نستكمل الأخبار الخاصة بالكان 2019. الخبر الآخر خاص بنبي كايتا. نبي كايتا، هناك تقارير صحفية بتشير إن نبي كايتا غادر المعسكر إلى ليفربول لتكملة صعد كثالث أو ممكن يصعد كثالث، هنشوف لسه الأمور هتحدد إزاي. حسب ما يقول طبيب منتخب أو طبيب فريق ليفربول، هل هيرجع نبي كايتا إلى
منتخب غينيا ولا لا؟ ده هنشوفه في المرحلة المقبلة. مستوى التهديف البطولة، الكل راضي عن مستوى التهديف البطولة عدا يوم السبت الماضي فقط، انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي بدون أهداف. هناك أكثر من لاعب أو 8 لاعبين بالتحديد حجزوا طبعا لقب الهداف، هدفين لكل لاعب. هنشاهد هذا التقرير عن هؤلاء اللاعبين ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا. يتقاسم 8 لاعبين صدارة هداف بطولة أمم أفريقيا برصيد 2 لكل لاعب، وتضم قائمة هداف البطولة حتى الآن ثنائي من الفراعنة، وهما محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني والذي أحرز 2 بشباك الكونغو الديمقراطية ثم أوغندا، وهو نفس ما فعله قائد الفراعنة أحمد المحمدي في المباريتين نفسهما. كما تشهد القائمة وجود ميكائيل بوتي لاعب منتخب بنين والذي سجل ثنائية تاريخية في شباك منتخب غانا، أهدت منتخب بلاده نقطة تعادل غالية أمام البلاك ستارز. كما يتواجد بالقائمة كارولس أندريا ماستينور لاعب منتخب مدغشقر والذي أحرز 2 بمرحلة دوري المجموعات، الأول كان بشباك غينيا والثاني كان بشباك منتخب نيجيريا، ليلعب دورا هاما في تأهل منتخب بلاده لدوري 16 كأول المجموعة الثانية. وهناك أيضا إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا بعد إحرازه 2 بشباك الكونغو الديمقراطي وزيمبابوي، وكذلك يتواجد سيدريك باكومبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية بعد إحرازه 2 بشباك زيمبابوي. ويدخل محمد يطارة لاعب منتخب غينيا ضمن القائمة بعد أن أحرز 2 فوز منتخب بلاده بشباك بوروندي بمرحلة دوري المجموعات. ويدخل القائمة أيضا ميكائيل أولونغا لاعب منتخب كينيا بعد تسجيله 2 في شباك منتخب تنزانيا خلال المباراة الدرامية التي شهدت فوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل 2. ويبقى تساؤل الذي يطرح نفسه، من يستطيع في قائمة الهدافين من اللاعبين المقرر أن يستكملوا مشوار البطولة مع منتخبات بلادهم أن يفض الاشتباك وينفرد بصدارة هداف كان 2019؟ أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. نستكمل الأخبار الخاصة بكان 2019. الخبر الآخر خاص بكلود روا المدير الفني لمنتخب توغو الآن، وكان المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون عام 88 عندما حصد اللقب القارة الإفريقية، وكان مدير فني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وهو الآن بيرشح المنتخب المغربي للحصول على البطولة الأفريقية في نسختها 32، وقال المنتخب المغربي قادر على الوصول إلى المراحل النهائية وقادر على الفوز باللقب. ويأمل أن هيرفي رينارد المدير الفني لفريق منتخب المغرب أن يحرز هذه البطولة، لأنه مدرب واعد ومدرب قدير، استطاع أن يحصل مع زامبيا ويفوز مع كوت ديفوار بالبطولة الأفريقية. وقال أن المنتخب المصري صاحب الألقاب 7 في البطولة الأفريقية أيضا قادر على حصد اللقب في هذه البطولة، لأنه يمتلك من الخبرة والحنكة في هذه البطولات أنه يقدر يستطيع أو يصل إلى المباراة النهائية، وخاصة أنه يمتلك النجم المصري محمد صلاح. مباراة تونس وموريتانيا، والحكم الخاص بهذه المباراة هو الرواندي لويس هاكيزمانا، ده الحكم الخاص بمباراة تونس موريتانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة 5 من كأس الأمم الأفريقية، وهو أول حكم رواندي يكون متواجد في كأس الأمم الأفريقية. هيكون إلى جانب هاكيزناما الحكم الموزمبيقي أرسي ميرينوغوني، ده كمساعد أول، والغيني سيديبي سيديكي وكمساعد ثاني، والبوروندي باسيفيك وده هيكون طبعا الحكم المساعد الرابع. هاكيزيناما عنده 40 عام وأصبح حكم دوليا منذ عام 2012، وهو الحكم الرواندي الوحيد المتواجد في البطولة. مدرب غانا كويسي أبيا قال إنه هو قادر على الفوز أمام غينيا والصعود إلى المربع أو الدور 16 بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية، رغم إنهم لم يقدموا أداء في دور المجموعات وكان أداء متواضع جدا. وتحدث عن
أساموا أكوادو أساموا واحد من نجوم منتخب غانا، وقال إن هو بيلعب في كذا مركز بالنسبة لمنتخب بلاك ستارز، لكنه لم يكن راضي تماما عن أداء أكوادو أساموا، لكنه في المرحلة المقبلة هيكون منتخب رصيد 4 نقاط متفوق بفرق نقطتين على أقرب ملاحقي غانا وبنين. هناك مباراة ما بين منتخب غينيا بيساو ومنتخب طبعا البلاك ستارز. أسامة الحدادي واحد من نجوم المنتخب التونسي أو نسور قرطاج، الظهير الأيسر بالنسبة لمنتخب نسور قرطاج، بيعمل في الفوز على موريتانيا في المرحلة الأخيرة من مرحلة المجموعات والصعود لدور 16 في كأس الأمم الأفريقية. قال إن المباراة الماضية بالنسبة لمنتخب التونسي أو منتخب نسور قرطاج تعادلوا مع أنجولا تعادل إيجابي بهدف لكل منهما، ثم بعد ذلك تعادلوا مع مالي أيضا بنفس النتيجة، وعندهم مباراة أمام منتخب موريتانيا بيقول إنه يعمل في الصعود للدور الثاني بالنسبة لمنتخب نسور قرطاج والفوز على منتخب موريتانيا، وهيشوفوا هيقابل مين في المرحلة المقبلة بالنسبة لدور 16 في كأس الأمم الأفريقية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأخبار الخاصة بكان 2019 لهذا اليوم. نواصل بعد هذا الفاصل، وطبعا والحديث مع ضيوفنا الكرام حول مباراتان مهمتان في هذا اليوم، منتخب المغرب مع جنوب أفريقيا ومنتخب كوت ديفوار مع ناميبيا، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.